السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ الأصيل. وصفة اليوم هي ميني شاورما، كانوا طلبوها مني بعض الأخوات. البنات سمحوا لي جا الفيديو طويل، لكن راح تسيبوا فيه وصفة الخبز بكل التفاصيل ومع أسرار النجاح نتاعو. وأيضا درت صلصة ثومية بزاف بنينة هذه الصلصة. وأيضا راح تشوفوا كيفاش حضرت ميني شاورما اللي تقدروا ديروها في المناسبات والعرضات، تجي بريزونتابل، وأيضا تقدروا ديروا بها مشروع مربح من البيت. وراح نمد لكم سعر البيع نتاعها باش تستفادوا. كاين اللي يديروها بالخبز العربي هذاك اللي ينتباع ويطبعوه بالطابع ويستعملوه عادي، وكاين اللي يخدموه في البيت كما انا اليوم. راح نمد لكم جميع النصائح باش ينجح لكم هذا الخبز ويجيكم فارغ من الداخل. دوك تشوفوا معايا الصور. هاو ليك الخبز، يجي منفوخ ويجي فارغ من الداخل. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. راح نبداو بسم الله في تحضير العجينه. البنات هذه العجينه تاع خبز شاورما سبق وشاركته معكم في فيديو، راح نخلي لكم الرابط تاع هذا الفيديو في صندوق الوصف. هكذا يعني لا ما فهمتوش في هذا الفيديو تفهموا في الفيديو اللي فات ان شاء الله. المهم قلت لكم هنايا في اناء درت 500 غرام فارينه، درت معاها مغرف كبيره خميره الخبز ومغرف كبيره سكر، ضفت معاهم مغرف صغيره نتاع الملح. نخلط هذو المقادير. من بعد ضفت هنايا 3 مغارف زيت عبرتهم بهذيك المغرف اللي شفتوها، هكذا نضيفهم على الفارينه وندخل هذيك الزيت مع الفارينه هكذا. من بعد نضيفوا الماء، الماء هذا راهو دافي، نضيفوه تدريجيا هكذا، نبقى نضيف حتى تلمنا العجينة. هنا العجينة بدأت تتلملي، نتحصلوا على عجينة تكون طرية. هاي ليك العجينة راهي طرية. الآن راح ندلكها، مندلكهاش بزاف، حوالي 3 دقائق ولا 4 هكذا. هاي ليك العجينه، نسقمها ونحطها في اناء ونخليها حتى تخمر ويضاعف الحجم نتاعها. هنا البنات العجينه نتاعي راهي ضاعف الحجم نتاعها. الان راح نخسر لها الخمور. هاي ليك نحيها، يعني خلوا لها الوقت باش تخمر لكم مليح. هنا راح نذرذر الفارينه لانه العجينه راهي شويه طريه، نقسمها ومن بعد نبدا نوزن فيها. نوزنها كريات، الوزن تاعهم يعني كل كريه الوزن تاعها 30 غرام، هذا هو الحجم المناسب. تجيكم الشاورما تجيكم صغيره مليحه. ومن بعد تشوفوا معايا راني لميتها بهذيك الطريقه ونزيد نكورها كما راكم تشوفوا هكذايا هكذا باش نتحصلوا على الثقب هذاك اللي يجي من تحتها. راح يساعدنا على يزيدوا يخمرونا ويجيكم الخبز خفيف. شوفوا معايا راح نعاود معاكم هكذا. هاي ليك نحطهم بجيه، راح نكملهم كامل بنفس الطريقه. هكذا البنات دوك تشوفوا الكميه اللي تحصلت عليها. هاي ليك تحصلت على 26 كريه، الوزن تاع كل كريه 30 غرام، هذه هي يعني 500 غرام فارينه راح ادلكم 26 وحده ميني شاورما. من بعد نروح يعني نبدا نحل في الكريات تاعنا. نجيب الكرية اللي درناها الأولى، دائما يعني نخدم بالفارينة
ونجيب الحلال ونبدأ نحل في العجين تاعنا بهذه الطريقة هكذا. هنا قلبتها لأنه شفتها بدأت تلصق لي، نحاول أني نحلها دائرية هكذا. هاي لك البنات، شوفوا السمك تاعها، يعني ما هيش خشينة بزاف وما هيش رقيقة بزاف، لأنه لو درتوها رقيقة بزاف مشح تجيكم منفوخة وتجيكم فارغة من الداخل، يعني تكون متوسطة كما شفتوها معايا. هنا راح نكملهم كامل بنفس الطريقة. من بعد راح نحطهم، أنا هنا عندي كونتوار هكذا يا ذرذرت فيه الفارينة كمية لا بس بها، وحطيت فيهم هذوك الخبيزات نتاوعنا. علاش؟ باش ما تلصقليش، ما يسقوليش هذو الخبيزات، لأنه لو لصقولي وجينا نطيبوهم ما ينتبخوناش الخبزات تاوعنا، يعني هذه أيضا حاجة مهمة. هنا البنات راني غطيتهم، يعني بعد ما كملت شكلتهم غطيتهم وخليتهم ريحوا من 3 دقائق لخمس دقائق، يعني بيد ما نكمل كامل نحلهم وندير المقلة نتاعي تسخن راهم واجدين إن شاء الله. هنا جبت المقلة، يعني شعلت عليها على نار متوسطة، ما تكونش قاوية وما تكونش ناقصة. جبت الخبزة نتاعي، هنا البنات كيما تكون فوق البوطاجي ولا فوق السنيوة، يعني وانتوما وين حطيتوها كيما تكون كيما تحطوها في المقلة، ما تقلبوهاش وديروها الطيب كيما كانت كيما حطيتها فوق المقلة. هذه نقطة مهمة يا البنات، أنا حطيتها وقلت لكم النار تكون متوسطة. كي تشوفوها بدات يعني دير واحد النبولات هكذايا، نبدا نقلب فيها. قلبتها هنايا انا عندي سباتول هذه تاع النيلون، من الاحسن تكون عندكم حاجه هكا، ما تكونش حاجه تاع الحديد باش ما تقبلكمش الخبز تاعكم. تبقاو تقلبوا فيها. هنا شوفوا البنات ديجا ثقبت لي الخبزه هذه، يعني حاولوا كيفاش تحطوها بلا ما تثقبوا الخبزه تاعكم باش تجيكم فارغه من الداخل. انا سييت الخبزه الاولى كي شفتها راهي مليحه وبدات يعني تطلع وراهي مليحه، راح نكمل الباقي يعني بنفس الطريقه. بديت نحط فيهم هكذا. هنا شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله يطلع، يعني راهو يجي منفوخ. يعني انا حاولت ما نقطع لكمش الفيديو، يعني زربته فقط باش تشوفوا كامل المراحل هكذا. ونبدا نقلب فيهم. النار كي تكون قاويه راح تحرق لكم ثمثم الخبز نتاعكم، والنار كي تكون ناقصه ما يطلع لكمش الخبز نتاعكم. على بها يعني نتوما شوفوا كل وحده والفرن نتاعها، تسيو وتشوفوا، شوفوا كيفاش يجي الخبز، يجي منفوخ، يجي فارغ من الداخل. هكذا البنات، انا راني دايره زوج مقلات كما راكم تشوفوا، مام يعني المقله هذيك تاع الشواء، المهم تكون مقله ثقيله هذا ما كان، والنار تكون متوسطه. ان شاء الله برك تنجحوا فيه البنات، لانه راهو ناجح. انا الخبزات كامل جوني ما شاء الله كما راكم تشوفوا، جوني فارغين من الداخل. تبعوا الخطوات والنصائح كامل اللي مديتهم لكم، خطوه بخطوه، يعني خطوه ما تنحوهاش هكذا باش تنجحوا فيها كما انا نجحت فيها. هكذا حتى نكمل كامل الخبز نتاعي. ايضا البنات هنا راني نطيب وراني نحط فيهم في كيس بلاستيكي، لانه لو خليتوهم هكذاك للهواء راح ينشفوكم ويبسيوكم. المهم ديروهم في كاش طرشونه ولا كيس بلاستيكي نتوما واش تحبوا. انا حطيتهم هنايا في كيس، راح نفتح لكم حبه ولا دوك تشوفوها كيفاش جات. ها وليك يجي فارغ من الداخل. تحبوا زيدوا طيبوها شويه على هكا تقدروا، يعني المهم تحرقوهش برك. هنا كما تشوفوا راهو طايب ما شاء الله. هنا البنات راح نحضر معكم صلصة الثومية. اول حاجة هنايا في كسرونة درت زوج كيسان ماء، نزيد نضيف معاه 4 مغارف
هنا درت المغرف الاولى، المغرف الثانيه، المغرف الثالثه، وهذه المغرف الرابعه. ربع مغارف مايزينا يكونوا معمرين مليح كما شفتوا معايا. نخلطهم بالفوي، من بعد نحطهم فوق النار، النار هذيك تكون متوسطه. هنا جبت السباتول بديت نخلط في هذا الخليط هكذا حتى تشوفوا الخليط بدا يخفر. هاوليك هنايا بدا يخفر لي، ما تنحوش ثمثم، ابقاو تخلطوا شويه هكذا. من بعد نزعوه وديروه في طبسي باش يبرد لكم بالخف. ما تستعملوهش ثمثم يا البنات، خلوه يبرد مليح، انا خليته واحد الساعتين. المهم هنايا كي بديت نخدمها جبت هذا الطاس تاع الميكسور هذايا، درت فيه زوج علب ياغورت ناتشور. هايليك فرغت زوج علب. من بعد جبت هذاك الخليط تاع المايزينا بعد ما برد مليح، يعني لازم تستعملوه وهو بارد، راكم تشوفوا فيه جامد، يعني ما تستعملوش هو سخون. ضفت معاه حوالي زوج سنينات ثوم مرابين، درت مغرف صغيره ملح. من بعد ضفت معاهم ربع مغارف نتاع الزيت، هذه المغرف. تحبوا زيدوا مغرف عصير ليمون، انا ما كانش متواجد عندي. وبديت نخلط هكذا، ويعني تشوفوا الخليط باللي راهو سائل، لكن معليش ديروه في الثلاجه يريح حوالي ساعه. هنا رحت نحضر، هنا عندي كميه من السكالوب كنت قطعتها هكذا طويله، ضفت عليها حبه طماطم قطعه مربعات طماطم متوسطه، درت عليها زوج سنينات ثوم، درت عليهم الملح، فلفل الكحل، الكركم، زنجبيل، وضفت توابل تاع الشاورما. من بعد ضفت كريم فريش، خلطت هذا الخليط. من بعد خليته يترقد حوالي ساعتين في الثلاجة. من بعد ما يعني خليته يترقد هذوك الساعتين جبته، راح نطيبه هنايا في مقلة فيها شوية زيت، وخليته حتى يطيب وينشف بهذه الطريقة. بعد ما يطيب نحيه بجيه ونخليه يبرد شوية. هاوليك الان راح نبدا نخدم في الميني شاورما. نجيب الخبز هذا، هاوليك شوفوا كيفاش يجي، هاوليك فارغ من الداخل. المهم هنايا راني حطيتهم، جبت الصوص ثوميه، شوفوا القوام تاعها بعد ما حطيتها في الثلاجه، يعني تكون شويه سائله تخلوها تريح في الثلاجه تولي بهذاك القوام. حطيت حوالي مغرف صغيره في كل خبزه، من بعد حطيت ورقه تاع الشلاضه، ومن بعد حطيت الدجاج كما راكم تشوفوا حوالي 3 قطع صغار ولا زوج قطع كبار، المهم تكثروش باش تغلق لكم الخبز نتاعكم. من بعد جبت الجبن مربعات، قسمت كل وحده على 3 وحطيت هكذايا، حطيت وحده فوق الدجاج، وهنايا راني نغلق فيه. وجبت هذوما المساسك اللي كنت شاركتهم معاكم في فيديو تاع المشتريات، نحطوه هكذا نغلقوا عليهم بهذه الطريقه. وهاوليك شكل ميني شاورما تاعي، هايليك تقدروا تغلقوهم بعود اسنان هكذا. راح نكمل كامل الكميه. كاين اللي يديروا الجبن المبشور في بلاصه جبن المربعات، يعني نتوما واش تحبوا. هكذا نكمل كامل الكميه. البنات هنا ايضا كاين اللي يضيفوا البطاطا المقليه في الميني شاورما، المهم يعني نتوما واش تحبوا، وايضا واش تحب الزبونه نتاعكم الا كنتو تخدموهم كمشروع. بالنسبه للسعر نتاعو البنات يحسبوهم من 8000 حتى 10000، يعني كل وحده وكيفاش تحسب، لخاطر كل وحده وشي دايره فيه الداخل، وكل وحده شحال تشري هذوما المساسك، لانه الاسعار راهي تختلف. المهم هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم.
ان شاء الله برك يعجبكم، واذا عجبكم عاونوني بلايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. ان شاء الله برك ما نكون نسيت والو، ان شاء الله برك تكونوا فهمتوني كامل ونكون فدتكم. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.